الولايات المنتدى اللي هي اليوم موجودة في الجنوب، اللي راح تكون غدوة ولايات قائمة بذاتها إن شاء الله في الأسابيع القادمة. هذه الولايات الهضاب العليا، والتي في مرحلة ثانية سوف ترقى إلى ولايات قائمة بذاتها، تتبع مستقبلا بإعادة تنظيم أو تقسيم إقليمي جديد، لأن ما قدرش تكون عندنا ولايات بلا ما تكون عندنا بلديات جديدة. لم يرفع بعد لرئيس الجمهورية، ولكن انتهينا منه. ما قرار هذا مشروع، هذا مشروع احنا قمنا بتحضيره وملف قلنا بتحضيره، ان شاء الله في الايام القادمه وفي الاسابيع القادمه نبعثه من خلال الحكومه الى فخامه رئيس الجمهوريه.